اقول لك مفاجأة حلوة، عارفاها؟ ايه؟ مش عارفاها؟ طب خدي. من ساعتها بنسجل من غير المايك. اهلا بيكم في كرات محمد ومنى. النهارده يا جماعه تحدي غير عادي، النهارده تحدي المكرونه بالبشاميل والفراخ المشويه. شوف عينه عينه هتنط فيها. اه والله انا بص ميت ميت من الجوع. تمام. النهارده يا جماعه ثلاث قطع، مكرونة بشاميل، ثلاث قطع من المكرونه البشاميل ونص فرخه مشويه. تمام. قادر على التحدي؟ هو بيجوعكوا بيجوعكوا. ايوه، حرام حرام، الناس هتجوع كده. التحدي على ثلاث قطع من كل واحد فينا، ثلاث قطع تمام ونص فرخه مشويه. طبعا بقى معانا لتر من البيبسي. تمام. بس ده بره كالعادة التحدي، ده انتوا كالعادة عارفين احنا كالعادة مدمنين بيبسي ده. لا كالعادة هي مش بيبسي يا جماعه عشان حرام، نزل من الشركه كده كوكا كولا، بس حظنا وحش، خسرنا كسبنا في الاولانيه، لا التانيه حول لا. ولا قوة إلا بالله. جاهز يا ماشي معلم؟ جاهزين. يلا بينا يا الأكل يا معلم، جماعة ريحته ما أقولكمش، شمر بقى ويلا ندخل. ريحته ما أقولكمش خطير. جاهز؟ يلا التحدي النهاردة على السرعة والكمية، سرعة مين هتفنى الكمية؟ سرعة وكمية. لا الكمية دي لا مش يبقى كتيرة، السرعة يبقى انا خسرانة لا ده النهاردة. تسليك زور. سرعة تسليك زور. وكمية. يلا 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 يلا، بسم الله. بسم الله. واحد اتنين تلاتة. ثلاثة، اضرب الشوكة على طول يا معلم. بسم الله. ها انا خايف معمل ايدي. احنا عملنا مكرونة بشاميل دي قبل كده وتحدي قبل كده، بس كانت من غير الصلصة، دي بصلصة، دي بالصلصة فجامدة. أنا بصراحة ما بحبش المكرونة اول بالبشاميل اللي هي راجل بيضة. يعني هو بيحب الحاجة محمرة من تحت، مش عارفة ليه. اه نعم عاوزنا حق. على فكرة انت نسيت حاجة، احنا طبعا بنتأسف على الناس اللي بتسأل، في ناس كتير بتسأل علينا يا جماعة، بس اليومين اللي فاتوا دول كان عندنا يعني لخبطة شوية. تمام. ان شاء الله ان شاء الله هنرجع بتحديات ومقالب زي المقلب اللي هو عمله لي في يوم الفالنتين. تمام. مفاجآت كتير قوي 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 قوي، صح كده يا معلم؟ صح كده. النهارده يوم المعلمة. عندنا فيديو جامد بقى جاي، ضرب نار. هنشوفه بقى. احنا بنعرفه نغنو ولا لا؟ احنا حرقت الفيديو كده، حرقت الفيديو. لا ما نقولهاش دي. الله الله، تسلم ايدك. نعم لا بصراحة حاجة من الخلاصة. ناسف على صوت البكسي، يا عيني يا عيني. العقاب خوف ورعب وخضة، صح يا معلم؟ صح يا معلمة. ايوه كده. انجز معايا يا زميلي، خليك معايا. طب ايه؟ تعالنا بقى.
احنا عمالين ناكل لكم ونشرب لكم ايه ونتعب لكم، وفي الاخر ما تعملوش اشتراك. طب نعمل لك ايه تاني يعني؟ انا بناكل اهوت، بناكل لك وبناكل لك فراخ مشويه وبناكل لك مكرونه بشاميل. هتلاقي دلوقتي بيقول لك ان شاء الله انك ما اكلتش. كافئني بقى، انا اكل لك وانت ما تكافئنيش. هو بس خلاص كفني نفسك. هنجيب الحته ال فين؟ الله حرام عليك. حرام ليه؟ عشان انت اخترت الاولاني؟ في ايه؟ انت مستعبط، انت واخدة الحتة الكبيرة والله. من عيني فيها. عندي الغطة. مش قادرة أكمل. سمعتي؟ أول مرة نشوف حد ما بيحبش المحمى. مش عارف ده التعليق. فين القوة؟ المفروض أصلا تقطعها في السكينة. خد خد دي. لا خد دي. لا يا ولد عندك ده. الحتة اللحمة دي حلوة. تاخدها؟ ليه هاي؟ منظر ايدي وده انا اللي فزت كده. انا اللي فزت. انت اللي فزت ليه؟ انا اكلت الفرخه بتاعتي كلها. مش انا، مع ان اكل حلو افتح النفس. مش قادره. انت قادر؟ عبد القادر. عشان تعرفوا ان الستات اقوياء. ان الاكل جامد بس استنى بس هات تاكل. دي بس يا جماعة ده الطبق بتاعي.
الكوشه اللي فرفيت مش قادره اكملها والله. طبعا الفراخ انا اكلتها والطبق بتاعه شايفين، يعني انا الفوسته معلم. ها اخاف ايه؟ انفخ البلالين يا نجاتي. نفخ البلالين نفخ البلالين، يلا الواحد يلا بعد الاكل ده يلا بيبقى نفسه يلا 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 هنقطع روحه. يلا انا اصلا مفيش نفس الواحد ينفخ. انا ايه اصلا لكم في الاول سناني بتوجعني جدا. طبعا بقى موضوع النفخ البلالين بعد الاكل، بعد الاكل صعب بقى على اخرها. انفخ. الله طب كده مش متوقع الحركة دي على فكرة. انا ساعدني والله، ساعدني يا فرقت والله، اللي ساعدني. يلا التانية. تانية ايه؟ لا يلا. والله ابدا، لا 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 ده حقي. يلا يا معلم. انا مش فيه، ما عارف انها بتوجع. لا وهنا عند الودن فظيع وهو وداني خربت. يلا يلا. لا قاب الزفت. لا مؤثرة ايه؟ المرة اللي فاتت انا جربت وانا بنعمل الدبوس خرمت ودني تمام؟ فانا بقى ايه خليتها تخرم ودنك زي ما خرمت ودني. يلا بقى يلا يلا يا جميلة. يلا يلا يا بطة. لا خلاص هي والله لا 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 تعبت لي ودني. لا 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 عيش فيه. لا 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 كفاية والله، عشان بعد كده ما تقولش ان انت لا. لا 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 والله ودني تعبتني. لا لا ماليش دعوة ماليش دعوة، ابني تعبتنا والله حقيقة والله وجعتني. لا 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 ما خلاص أبوديك عند دكتور كويس. يلا 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 سماح جات. لا سماح جات، لا ولا جات ولا راحت ولا ماتت ولا جات. ما علينا تمام. هو انا كنت عاوزة التانية كمان بس حرام، هي بصراحة هي خربت ودني انا كمان. يلا الانسان الكريم ساعدني في ايدي وساعدني في بوق تمام. وطبعا انتوا عارفين سناني. يلا كله تنزل في الكومنتات يكتب لي الف سلام عليك يا منى. يلا شجعوني عشان اروح لدكتور السنان. اقول لك مفاجأة حلوة. ايه اقول لك مفاجأة حلوة عارفاها؟ ايه مش عارفاها؟ طب خدي. من ساعتها بنسجل من غير المايك. الله اكبر. ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش الاشتراك عشان خاطر المايك مش محطوط. بفضني. يعني احنا من الصبح كنا وخلصنا وعملنا العقاب كله والمايك مش محطوط. حاجة يعني ايه؟ مسخرة. محطوط كده جنبنا يا جماعة من غير أي حاجة. مسخرة المسخرة. طب وعلى فكرة هو اللي حاطط الكاميرا ومظبط القعدة. أنا يا دوب حطيت بس الإضاءة وكده. والله أنا كنت جعان فعايز ناكل. يعني أنا لو المايك. يعني لو رديت هرد رد وحش. اه والله. ما تنسوش الاشتراك في القناة يوميات محمد ومنى، واللايك والشير وسبسكرايب، وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة وتشوف المقالب الجديدة والحاجات الجديدة، وتعملوا لنا كومنتات تكتبوا لنا ايه رأيكم، وتكتبوا لنا تعليقات على الفيديو ده والفيديوهات اللي جاية. تعملوا لنا تعليقات عليها من دلوقتي برضو، ازاي ما تقوليش ازاي هي كده. هي كده يعني بقت كده. وما تنسوناش في الاشتراك، دعمونا يا جماعة عشان نكبر بيكم ونعمل لكم حاجات حلوة تفرحكم وتضحككم تمام. ان شاء الله بإذن الله من الفيديوهات اللي جاية هنبدأ نقول أسامي حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا، وهنعملها على السكرين. لا على الشاشة. لا ثانية يا محمد، مش هيتقال بس ايه، هتقولها وهتكتبها اكيد. انا بقول وهتكتبها حاجة في على الشاشة. هتكتبها لا غير سكرين على الشاشة. في حاجة يا جماعة مفاجأة. والله 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 انتوا احلى حاجه في حياتنا، وبنحب نقعد معاكم هنا في القعده دي كانكم قدامنا وبتتكلموا معانا.
والتعليقات بتاعتكم هي اللي بتبين لنا ازاي انتوا بتشوفونا بتحبونا، واحنا والله بنحبكم جدا جدا جدا، انتوا حبايبنا واحلى حاجة في حياتنا، واللي خلاص انتوا بقيتوا اساسي في حياتنا زي مالك ابننا كده، خلاص بقيتوا معانا، وان شاء الله لمدى الحياة، وباذن الله باذن الله تكبروا وتبقوا عيلتنا الكبيرة، عيلة محمد ومنى. باي يلا باي باي. باي.